يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الدف وما يسمى بالطار بالنسبة للرجال؟ لا، ما يجوز لا الدف ولا الطار. الدف إنما يجوز للنساء، الطار ما يجوز أبدا لا للرجال ولا للنساء، وإنما الذي يرخص للنساء الدف بمناسبة الزواج فيما بينهن، أما الرجال فلا، ما يشرع لهم لا دف ولا طار ولا كار ولا غيره. نعم.